عماد. نعم سيدي. أريد اثنين يبقون واقفين بالباب ما يتحركون من مكانهم إذا ما ينطوني خبر. صار سيدي. وأي واحد يوصل الباب البيت تجيبوه عندي للمركز، بس تفهموه أنتوا جايبين استجواب مو إلقاء قبض. نعم سيدي نعم. أنا صار لي فترة مراقب الوضع، والليلة الإشارة كانت واضحة تماما مثل كل مرة. يعني مطلوب مني إني أترك المكان اللي